وسط غموض استراتيجية الرئيس الأمريكي الجديد وموقفه من الحرب التجارية، مبادرة الحزام والطريق مجددا في صلب قمة بين الصين و17 دولة في وسط وشرق أوروبا. على خط آخذ في التسارع، يواصل منح الاستثمارات الصينية صعوده في تلك المنطقة، فيما يتجاوز حجم التبادل التجاري هناك عتبة 100 مليار دولار، جانب من مشروع طريق يمتد من الصين قاطعا آلاف الأميال عبر آسيا وإفريقيا وصولا إلى أوروبا الغربية. فهل تستعيد الصين مجد طريق الحرير من جديد؟ وما هي خيارات الدول العربية في صراع السيطرة والنفوذ بين القطبين التجاريين؟ نطرح كل هذه التساؤلات في حلقة هذا الأسبوع من على الحدود. مساء الخير. أنتم أيضا يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة على الرابط الشرق.com/vote والإجابة عن سؤال استطلاعنا: من يكسب صراع النفوذ بين القطبين التجاريين، الصين أم الولايات المتحدة الأمريكية؟ حتى الآن 25% قالوا الولايات المتحدة الأمريكية و75% قالوا الصين. إذن لمناقشة حلقة هذا الأسبوع من على الحدود ينضم إلي من واشنطن المستشار السابق بوزارة الدفاع والخبير في الشؤون الصينية السيد جوزيف بوسكو، سينضم إلينا بعد قليل. من بكين الباحث في الشؤون الصينية السيد عامر تمام، ومن الرياض الخبير في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي. أهلا وسهلا بكم جميعا. نبدأ هذا النقاش، ولكن بعدما نستعرض هذا التقرير نتابع. احتفظت الصين بسر صناعة الحرير قرونا قبل الميلاد، وأصبحت حتى القرن الخامس عشر محطة تجارية تقصدها القوافل من كل أنحاء الأرض لمقايضة السلع والبضائع. وصل نطاق التبادل التجاري مع الصين غربا حتى روما على ضفة البحر المتوسط على امتداد أكثر من 6000 كيلومتر. لم يكن قطع تلك المسافة ممكنا لكثيرين، فازدهرت المراكز التجارية والمدن وخدمات السفر على طول المسار الذي سمي لاحقا طريق الحرير. بعد أكثر من 2000 سنة تسير الصين مجددا على خطى مجدها التاريخي، ومن جامعة نازربايف يقف الرئيس شي جين بينغ في العام 2013 يشرح للمرة الأولى جانبا من مشروع بلاده الجديد. من أجل روابط اقتصادية أقوى وتعاون متبادل أعمق ونطاق تعاون أوسع بين دول أوراسيا، يمكننا ابتكار طريقة التعاون وبناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير خطوة خطوة لإرساء التعاون الإقليمي الشامل بشكل تدريجي. لم يكن ذلك في الحقيقة سوى جانب من مبادرة الحزام والطريق التي تتعدى حدود أوراسيا إلى دول أخرى في آسيا وأوروبا وإفريقيا، في استثمارات تصل وفق تقديرات إلى 8000 مليار دولار بحلول 2049، تاريخ الذكرى المئوية لوصول الحزب الشيوعي إلى سدة الحكم. توقيع مذكرة التفاهم حول طريق الحرير يستهدف حتى 20 مليار يورو في القطاع الخاص وحده. الاتفاقات الموقعة اليوم تصل قيمتها إلى 2.5 مليار يورو، وقد تصل إلى 20 مليار يورو ناهيك عن الاتفاقات الحكومية. بعد نحو 7 سنوات فقط تبدو مبادرة الحزام والطريق أوضح من أي وقت مضى، وعلى خريطة العالم تمتد منذ الآن خطوط من سكك وأنابيب النفط والغاز فضلا عن الموانئ، في تصور متكامل قد يجعل من الصين مركز التجارة ومنتهى طريق الحرير من جديد. إذن بعدما استعرضنا هذا التقرير نبدأ بنقاش هذه الحلقة مع ضيوفي. إذن من بكين والرياض وواشنطن، أهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ معك ضيفي من بكين السيد عامر، أهلا وسهلا بك. أسأل حضرتك بداية عن هذه القمة، ما الذي تراهن عليه الصين من وراء قمة دول وسط وأيضا شرق أوروبا فيما يتعلق بمبادرة طريق الحرير بداية؟
نعم، في البداية تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام. أترهن الصين على هذه القمة المزيد من التعاون والمزيد من الاستثمارات في إطار أو تحت مظلة مبادرة الحزام والطريق. اليوم أعلن الرئيس الصيني أن الصين تعهدت باستيراد حوالي منتجات بحوالي 170 مليار دولار من دول وسط وشرق أوروبا. الصين تأمل في أن يتم الشركات السماح للشركات الصينية بالاستثمار وعمل المشاريع في تحت إطار مظلة في إطار المبادرة الحزام والطريق والتعاون أيضا في مجالات، مثلا على سبيل المثال مجالات مكافحة فيروس كورونا، حيث أيضا تعهدت الصين بمنح هذه الدول لقاحات لمواجهة الفيروس، وتحدثت أيضا أنها بالفعل منحت صربيا حوالي 1,000,000 جرعة من لقاح فيروس كورونا. إذن الصين تبحث على المزيد من التعاون، المزيد من الدعم السياسي، المزيد من الاستثمارات للشركات الصينية، والمزيد من المنافذ للأسواق والأسواق للمنتجات الصينية. طب أنتقل لضيفي من أمريكا، من واشنطن، معي السيد جوزيف. مراجع اقتصادية عديدة، دراسات كثيرة تقرأ عن نقص الخطر من هذا المد الاقتصادي الصيني. كما تحدث ضيفنا، نتحدث عن إمداد الدول بلقاحات لفيروس كورونا، المزيد من الاستثمارات، البحث عن منافذ اقتصادية جديدة. كل ذلك يهدد بفقدان الهيمنة الأمريكية والغربية بحلول العام 2040. هل أمريكا جاهزة ومهيئة لهذا السيناريو؟ أظن أن الجهود الصينية من أجل توسيع نفوذها اقتصاديا وسياسيا وحتى عسكريا في بعض الحالات هي جارية لسنين خلت، مع تعزيز لهذه الجهود مؤخرا، والآن يتذرعون بالجائحة من أجل زيادة هذا النفوذ. إن الصين تود أن تجد هذا التعاون السخي الصيني، وهذا يتمدد في المنطقة، لأن الخبرات في دول عدة في مبادرة الحزام والطريق لم تكن جيدة بالكامل، فقد اكتشفوا أنهم لا يستطيعون أن يفوا بالديون التي منحت من قبل الحكومة الصينية، وأن حكومة بيجينغ تستفيد من هذه الأدوات والعقود من أجل أن تكسب مكاسب استراتيجية في منشآت كالمرافق وغيرها، من أجل أن تصبح هذه البلدان تعتمد بشكل كبير على الصين. هناك أسئلة تطرح بين هذه البلدان والولايات المتحدة الأمريكية والغرب، قلق حيال هذه التقنيات الصينية والعمليات الصينية. طيب، هذا القلق أيضا ربما يصيب الدول العربية، وهنا أسأل ضيفي من الرياض الخبير في التجارة الدولية دكتور فواز العالمي. أهلا وسهلا بك. يرى البعض بأن العالم متجه للتقسيم بين القطبين الأمريكي والصيني، وعلى الدول العربية الاختيار بين الصين أو بين أمريكا. هل تعتقد بأن الدول العربية مهيئة قادرة على الاختيار بين الهيمنة الأمريكية الحالية والطموح الصيني الكبير؟ لا أعتقد. مساء الخير أولا لكم وجميع المشاهدين والمستضافين. في رأيي أن جميع الدول العربية أو معظم الدول العربية قد تكون مهيئة للتعامل مع ما سيتم مستقبلا بين الصين وأمريكا، القطبين الكبيرين في التجارة الخارجية. لا ننسى أن الصين هي أكبر مصدر للمنتجات وأمريكا أكبر مستورد لهذه المنتجات، ولكن لننظر إلى طريق الحرير لأنه هذا هو صلب الموضوع. هذا الطريق الذي يمر عبر قارات، ثلاث قارات، ويتطل عليه 65 دولة في العالم، تمر من خلاله حوالي 13 إلى 15% من حجم التجارة العالمية، التي تفوق حوالي 4 إلى 5 تريليون دولار. ولذلك جميع الأنظار متجهة حاليا وخاصة في الاتحاد الأوروبي على هذا الطريق، لأنهم يريدون أن يسارعوا في تطوير علاقاتهم التجارية
مع الصين، وخاصة بعد أن قامت أمريكا بوضع قائمة من الضرائب والتعريفات الجمركية على المنتجات الصينية التي ستدخل لأمريكا. وهذا كان بسبب لعدة أسباب، أولها أن الصين لم تتعامل مع التنافسية التجارية النظامية، وأيضا كانت تتلاعب بأسعار عملتها الصينية، ترفع الأسعار عندما تستورد، تخفض أسعار العملة الصينية عندما تصدر، وأيضا تعديها على حقوق الملكية الفكرية الأمريكية التي أدت إلى أن يكون هنالك نوع من الحرب التجارية بين الصين وبين أمريكا. طيب سيد جوزيف، استمعت إلى مقال ضيفنا من الرياض، وباختصار هناك أسباب عديدة أوصلت الصين إلى ما هي عليه، وهذا التنافس الشديد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وكل العقوبات التي فرضت في المرحلة الأخيرة والسنوات الأخيرة بالذات فيما يتعلق بترامب. وهنا أسألك، الصين أيضا وقعت مؤخرا بالرغم من كل هذه الضغوط أكبر اتفاق للتجارة الحرة بالعالم مع دول شرق آسيا والمحيط الهندي واليابان وكوريا الجنوبية، بالإضافة طبعا إلى تعزيز علاقاتها مع روسيا أيضا وعشرات الدول من خلال هذا المشروع الذي نسلط عليه الضوء اليوم، وهو خط الحرير أو طريق الحرير. كيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقطع الطريق أمام الصين، أمام هذا التوسع الصيني الاقتصادي وهذه الاستراتيجية المدروسة؟ أظن أن السؤال لا يتعلق بالعرقلة الأمريكية لهذه العملية، ولكن يتعلق بمدى امتثال الصين بقواعد هذه المبادرة في حيال حقوق الإنسان ومناطق أخرى. إذن إن إدارتي بايدن وترامب تصران ولا تزال تصران على هذا الامتثال الصيني وامتثال دول أخرى في قواعد التجارة، لأن هذا ما نتحدث عنه اليوم. ولكن فيما يتعلق بالدول العربية، لن نفاجأ عندما نرى قلة انتقاد عربي لما تقوم به الصين، كيف تعامل الأقلية المسلمة في أراضيها، مع آثار أو ما يعتبر بالإبادة ربما بحسب اتفاقية الإبادة. لا نرى احتجاجات، نعم ربما هناك بعض الانتقادات الضئيلة في هذا البلد، ولكن إن الصين تقمع الملايين من هؤلاء الأقليات وتضعهم في مراكز الاعتقال، إذن هذا مخيب للأمل. طيب ولكن سيد جوزيف، هذه ليست هي الأسباب فقط التي تدفع الولايات المتحدة الأمريكية للتصدي للصين، لأنه هناك التنافس الكبير الاقتصادي بالتكنولوجيا وكل هذا التنافس فيما يتعلق بالاقتصاد بين البلدين، وليس فقط فيما يتعلق بحقوق الإنسان. سنناقش المزيد من التفاصيل. دعونا نستعرض معا الآن عينة من الاستثمارات والتبادل التجاري بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا. أيضا نستعرض هذا الفيديو. إذن بلغ حجم التبادل التجاري 103 مليار دولار في العام 2020. ارتفعت قيمة عقود إذن المشاريع الصينية كما نستعرض في تلك الدول إلى 34.6%. أيضا بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة 3.14 مليار دولار عام 2020. أيضا سجل معدل نمو تجارة الصين مع تلك الدول 8% منذ العام 2012، أيضا يمثل 3 أضعاف نمو تجارتها الخارجية. أيضا شكرت بولندا والمجر وتشيك ممرات رئيسية لقطارات إذن الشحن بين الصين وبين أوروبا. أيضا تشكل قطاعات الطاقة والبنى التحتية وقطع غيار السيارات أبرز مجالات التعاون. كانت هذه إذن بعض عينة من الاستثمارات والتبادل التجاري بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا بعدما استعرضنا هذه القائمة.